to summarize, we have limits in the memory. Classification of memory based on limits. We have dinner, immediate memory. This is for a short duration. Short-term memory lasts for minutes. Long-term memory lasts for weeks or days. And long-lasting memory lasts for long lifetime. Medium, short-term, long-term, and long-lasting memory. ده كده ده أهم حاجة عندنا، ده اللي يهمنا. عاوز تقول إيه؟ تحفظه خالص. ده هو هاو أولاً criteria of every type of memory. Sensory, short term, long term, long lasting. Criteria إيه؟ capacity of storage, duration of memory, entry way of storage, access for recalling, how to recall, type of information, and mechanism of forgetting. بالنسبة لكل واحد. كل اللي يهمنا ان احنا نعرف ايه؟ الريكولينج، التايب اوف انفورميشن، اند هاو ذيس ميموري فورجت. ماشي؟ طبعا من اسمها شورت سنسوري ميموري، ايميديت ميموري، فيري شورت، فيو سكند. شورت تيرم ميموري، شورت. لونج تيرم يعني لونج. لونج لاستنج يعني بيرمنت. مفيش حاجة، مفيش كده. طيب capacity قدرة استيعاب الشورت الإيميديت ميموري، قدرة استيعاب الشورت تيرم ميموري، قدرة استيعاب اللونج تيرم ميموري، قدرة استيعاب اللونج لاستنج. طبعا احنا عندنا أي ميموري، أي هارد ديسك له كاباسيتي. نفس الحكاية الميموري في البرين كاباسيتي. وعشان كده احنا عندنا some way of selection. Selection of information. Which information I have to store and which of information I have to ignore. دخلهاش. طيب. Selection by differentiation of important memory or related information, relevant information and irrelevant information or nonsense information. There are other selection. Can selection and كل information تخش في immediate memory. كل information تخش في immediate memory. وده ما فيهوش خطورة إن هي ماذا؟ الكباسيتي بتاعتها صغيرة و fading مسح اوتوماتيك fade away fading. يحصل ايه؟ اوتوماتيك مثلا. لو الانفورميشن اللي دخلت في الشورت في الايميديت ميموري سنسوري ميموري ريبيتد يعني حصل ايه؟ فيربلايزيشن يعني في ريبيتيشن كررتها انا اقول لك المعلومه انت تعيدها بصوتك فيربلايزيشن يبقى اتحولت من سبونتينوس فيد اور سبونتينوس ريموفر to a sort of another sort of memory which is sort short term memory. يبقى ده way of selection also. يبقى انا I select by conversion from one level to another. لو المعلومة مش repeated ولا ما عملتلهاش virtualization يبقى ايه؟ will not be stored. تخش في الشورت في الايميديت ميموري وبعد لحظة أو بعد ثواني تتمسح. تمام؟ لو أنا عاوز أخزنها أكتر يعني بعمل لها فيربلايزيشن بركز عليها بعمل لها ريبيتيشن أخزن مدة أطول. طيب لو خزنت مدة أطول لكن إيه؟ النيو انفورميشن ويل ريموف ذا أولد وان في الشورت تيرم ميموري. نيو انفورميشن will remove the old one. يعني ما تعملش بقى ايه؟ over introduction of information عشان تحتفظ بالمعلومه دي ما تدلوش many new information. تركز على one information تعمل لها verbalization عشان to be stored تعمل لها repetition عشان to be stored. لكن لو
في new information we remove this memory again. يبقى انا ممكن زي الكمبيوتر كده في وانت قاعد شغال لو ما عملتش سيفنج وتقطع كهرباء فسح كل الكلام ده صح؟ لكن انت لو عاوز بقى تقول لا المعلومه دي انا مش عاوزها تضيع اروح بقى ايه كل شويه اروح اعمل سيفنج كل شويه اعمل سيفنج عشان ايه؟ ما تمسحش لو ما عملتش السيفنج ده اللي احنا بنقول عليه فيربلايزيشن عشان تبي ستورد فور ا لونج ديوريشن longer duration hours ها؟ لما يجي واحد عاوز يعرف اسامي الناس يسال كده لو قال كل واحد لو قال كل واحد يقول اسمه ماشي؟ انت هتقول اسمك خلاص في الاخر خالص مش هفتكر ايه غير تركي او مش عارف فيصل بس مش هفتكر ايه اللي فات لكن لو انا عاوز افتكر الاسامي حاول اكررها اقول لك انت اسمك ايه؟ كذا كذا اروح انا عيد فلان انا اللي عيده بقى انت قلت وانا عيدته وعاوز اثبته اكتر اروح رابطه بحاجه ها؟ اعمل له اسوشيشن عشان اثبته اكتر يبقى انا ايه؟ ده sort of increasing the level of memory changing from one level to another ماشي يبقى this memory also will be removed how be removed by new over stimulation new replacement of old one اديله new information مسح old one اول اسم مش هفتكره لكن اخر 10 اسامي هفتكرها يبقى new information will delete the old one ماشي طيب لو حصل بقى practicing براكتسنج يعني ريبيتيشن عاوز اتعلم حاجه معينه عاوز اتكلم اعرف فيربلايزيشن عاوز كلمه فيربلايزيشن عاوز اعرفها اروح اي اقعد اقول فيربلايزيشن 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 ريبيتد 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 اعمل براكتس اكتبها فيربلايزيشن فيربلايزيشن عملت ايه ريبيتيشن لها تحولي من الشورت تيرم ميموري للونج تيرم ميموري هيحصل structural change هيحصل facilitation ها هيحصل post synaptic potentiation هيحصل summation ها practicing أو عشان برضه أحولها من short term ل long term أعمل إيه؟ أعمل لها أربطها بحاجة reward or punishment reward or punishment جيت انت تذاكر المحاضرة وفي اخر المحاضرة ما فهمتش حاجة ماشي؟ مش هتضرب نفسك بقى تقول ايه؟ طيب النهارده بقى مفيش نزول بانشمنت مش هنزل بقى افحم ولا هنزل مش هنزل اعمل اي حاجة ولا اروح اقابل حد ولا اكمل بانشمنت خلاص تروح تراجعها تاني لا يمكن تنساها ليه؟ لان انت ربطتها ببانشمنت ربطتها بعقاب ماشي بانشمنت يبقى ايه؟ عملت لها اسوشيشن يبقى في ايزر براكتس تمارسها كتير او ريبورت اور بانشمنت اسوشيشن تربطها بحاجه نفس الحكايه جيت عملت تيست لنفسك كده اديت الاكسرسايز بتاع الريفيو ده الاكسرسايز ترو فولس جاوبته كله كويس يا سلام تروح تقول له هات لي بقى 100 ريال ليه؟ عشان انا جاوبته كويس ريورد بقى تقول له هي دي طريقه التعليم ريورد اند بانشمنت لازم تديني ريورد عشان انا جاوبته كويس ده يمكن تتساهل يوم ما خدت ال 100 ريال كل المعلومات اللي انت ايه عملتها لا يمكن تنساها 100 ريال ها؟ خساره كده التعليم خساره كده جايب خساره ماشي؟ ف
فممكن تقول ايه لا انا هتفرج على الماتش النهارده لا ده لا بيوردي يوم ما مش عارف نقول فلاس نقول اسامي يوم ما الفريق الفلاني فاز انا كنت مجاوب كويس مثلا يعني اوكي يبقى انت عملت ايه ريورد اور بانشمنت This will convert, increase the level of storage from hours to days or months. يعني حد مثلا ما تحطهم في الامتحان وخلاص. ها؟ وبعد كده انسى تسيب نسبة خالص ها؟ كده يعني انا عاوزهم كام؟ شهر؟ طيب اعملوا ايه؟ اعملهم ريورد او بانشمنت. مش عاوز بقى افتكرهم بعد كده خلاص هي إيه بس شهر. احولها من شورت تيرم ليه؟ لون تير ريمور بانشمنت اور براكتس تحول من وان ليفل تو انذر ليفل ايه اللي بيحصل براكتس او بانشمنت ده بيحصل ستراكشر تشينج نوت تمبرال ستراكشر تشينج نوت انكريز اوبننج اوف شانلز انكريز نيوترونز لا انكريز نمبر اوف ريسبتورز ده ستراكشر تشينج يعني senses of new receptors, senses of protein that form new channels. تبقى في ده receptor upregulation, increase number of receptors, increase number of neurons, increase number of vesicles. ها؟ ده structure change. اوكي؟ يبقى طيب how this long term memory be removed, be erased, still erased, لأن the capacity of the brain limited. فمش كل حاجه هيستور حتى لو خزيتها لمده شهر ها لكن في حاجات لو عملتها مسح النوت التيرمينوري زي واتس كول انهبيشن نوع من الانهبيشن اسمه برو اكتف انهبيشن او ريترو اكتف انهبيشن يعني اللونج تيرم ميموري كان بي ريموف اريزد مسح لو اديت ايه؟ لو اديت information that against the previous one. لو اديت معلومة أقول لك ايه؟ يعيش السمك في الماء. وبعدين جاء الدكتور بقى ايه ده؟ انت بتقول يعيش السمك؟ لا السمك الماء يموت السمك. وهتحنكوا فيها واللي هيكتب يعيش السمك في الماء هسقطه. ادي لك معلومه against the previous one يبقى اسمه ايه؟ ريترو اكتف انهبيشن عمل سبريشن للبريفيوس نوت صحيح هي لونج تيرم انت حافظها كده لكن هو جالك ادالك انفورميشن عكس اللي انت عندك حصل لهم انهبيشن فده عكس الاولانيه ده اسمه ريترو اكتف انهبيشن او انت عندك المعلومه ديت مهما انا اقول لك ها ده المعلومه الاولانيه هي اللي موجوده هي اللي انت مقتنع بيها وتربيت عليها ومش عارف ايه فتقول ايه برو اكتف انهبيشن اللي هي الاولد انفورميشن ويل سبريس ذا نيو وان لو في كونفليكت بتوين ذا اولد اند نيو اولد كونفليكت بتوين ذا اولد اند نيو انفورميشن Either the old information will suppress the new one, and it's a mean proactive inhibition. Or the new information will suppress the old one, it's retroactive inhibition. وده عشان تفهم طريقة الليرنينج يعني انت دلوقتي لو انت عاوز تدي معلومة تديها للراجل الأمي ولا تديها للراجل الجاهل أسهل مين اسهل فيهم يستقبل المعلومه؟ ها؟ الامي ولا الجاهل؟ ايه الفرق بين الامي والجاهل؟ الامي هو ايه؟ ابيض مش حاجه خالص لا ما عندوش حاجه ابيض لكن الجاهل ده بقى ايه؟ اللي بيفتي بقى اجي اساله سؤال في الامتحان اقول له ايه فانكشنز باك سيريلا يقول لي ترانسميت سنسيشن يقول لي جاهل انت جاهل انت بتقول لي معلومه غلط الجاهل ده عنده معلومه غلط يبقى ده الجاهل اللي عنده معلومه غلط صعب
ده اللي صعب اتعلمه. ليه؟ لانه عنده برو اكتف انهبيشن، معلومه عنده، فانا لازم اطلع منه المعلومه الغلط الاول وبعدين اديله المعلومه الصح عشان اديله ريترو اكتف انهبيشن، عشان اسبريس المعلومه الغلط اللي عنده اديله معلومه صح واكررها وبتاع عشان تشيل الاولد ايه؟ انفورميشن. يبقى تعليم الراجل اللي هو ما عندوش برو اكتف انهبيشن، ما عندوش معلومه خالص، سهل. اديله معلومه حلوه خلاص. لكن اللي عنده معلومه عكس اللي انا بديها له، ذيس ويل ليد تو كونفليكت، يبقى في صراع بين الاولد انفورميشن والنيو اجينست انفورميشن. برو اكتف انهبيشن difficult to remove. Okay? يبقى this long term memory can be erased by proactive inhibition or retroactive inhibition. حاجة مهمة تانية أو كذا حاجة مهمة في long term memory، إن long term memory has a large capacity. You can store a large amount of information. ها؟ أي very large capacity. Very large capacity. But the recalling is little bit slow. استدعاء المعلومة اللي هي store long term slower. Slower than the immediate. The recalling down slow. استدعاء المعلومة اللي هي long term information دي memory that slow. ليه؟ لأنه هو الأول لما كان سأله السؤال يقول افتكر بقى أنا ذكرت الحتة دي إمتى؟ ساعة ما كافئت نفسي بالشوكولاتة مش عارف إيه، ويقعد يفكر يستدعي الكونديشن، يستدعي الأسوشيشن، تيكس تايم فور ريكولينج. فاهم؟ لكن وانس ريكولز خلاص ده لونج تيرم حافظها. ماشي؟ يبقى الريكولينج سلوور. لكن الكباسيتي بتاعت الميموري دي كبيرة. ممكن انا احشيلك دماغك لمده شهر معلومات لونج تيرم، بس اديها لونج تيرم يعني ايه؟ اركز واعمل لها ريورد بانشمنت، اعمل لها براكتس مش عارف ايه، خلاص اتاكدت ان المعلومه دي فور ا لونج ديوريشن اي كان انتروديوس ماني انفورميشن ان ذيس واي بيكوز ذا كاباسيتي از بيج فيري لارج كاباسيتي. سلو ريكولينج اند ذا برو اكتف اند ريترو اكتف كان ريموف كان ديليت ذيس. طيب اخر نوع من الميموري اللي هو لونج لاستنج. لونج لاستنج، لونج لاستنج دي بس بتاعته كبيره جدا، اكبر بس يعني فيري لارج و بيرمننت، يعني مش ديوريشن صغيره بيرمننت. الريكولينج بتاعها فيري فيري رابيدلي، فيري رابيد الريكولينج. بقول لك لما اسالك عن حاجه من ايه لونج لاستنج ميموري، اسمك ايه؟ اول مره بس تحس ما كملتش كلمه يروح قايل لك اسم. فيري رابيد ريكولينج لان هي لونج لاستنج ميموري، حاجات سوليد عنده مش محتاج ان هو ايه يدور في مخه عليها. لا لونج لاستنج ميموري، وعشان يبقى يتحول لونج لاستنج ميموري لازم يكون في ستراكشر تشينج. خلاص بقت الدايره ها فيكسد بقى، تحولت لدايره رابيد ريكولينج، لان المعلومه دي بتستخدم كتير جدا، عملت لها براكتس كتير جدا، بتعرض ليها يوميا، فبقت لونج لاستنج. ها رقم تليفون البيت كام؟ على طول. رقمك كام؟ على طول كده يعني. رقمك الجامعي كام؟ على طول. هي ايه؟ حاجات بيرمننت، مرافقاك بقى ست سنين قاعده معاك، رقمك الجامعي ده ما بيتغيرش صح؟ قاعد معاك من اول ما تخش لحد ما تخرج حافظه صح؟ لونج لاستنج الريكولينج اسالك عليه بس تروح ها كرر. ايوه طب دكتور ممكن اذا مرت السنين افتكره؟ لو ايه؟ لو مرت السنين مرت السنين؟ يعني مثلا بعد 30 سنه ايوه ممكن افتكر الرقم؟ طبعا اللونج لاستنج ميموري دي خلاص بيرمن، ما دام دخلت في الزون بتاعت اللونج لاستنج حتى لو ما استخدمتهاش بعد كده.
لكن خلاص دخلت في اللونج لاستنج يعني حصل ستراكشر تشينج. الستراكشر تشينج دوت طبعا في نوع من البلاستيستي طبعا بعد كده يعني في نوع من البلاستيستي. ما حدش بيسالك على رقم تليفونك ده خالص اتخرجت وما حدش بيسالك على رقم الجمال ده مش عارف ايه. فممكن ايه ديسيوز اتروفي البلاستيستي بالبرين ده عادي، لكن الميموري المفروض دخلت في اللونج لاستنج هاي كاباسيتي رابيد ريكولينج بيرمننت ستراكشر تشينج. في ستراكشر بيرمننت ستراكشر مش تمبرال ستراكشر تشينج، بيرمننت ستراكشر. اوكي يا شباب؟ طيب يبقى احنا قلنا تايبس اوف ميموري بيست اون ذا ليفل وهاو وي كونفيرت فروم وان ليفل تو انذر ليفل. ماشي؟ طيب تايبس اوف ميموري بيست اون ايه؟ On site of storage or based on the annual type, مش level of memory, types of memory. We have only two types of memory. Yeah, two different criteria of information. Information محتاجة إن أنا أكون واعي خالص متنبه يعني قاعد أحلل information جامد واقدر اوصفه كويس يعني المعلومات اللي مرت عليا اقدر اوصفها يعني حدث وانت مثلا انت ماشي في الطريق ولقيت حادثه والحادثه دي فيها واحد ممدد وبينزف دم وبيموت يعني وكملت الطريق بتاعك تشيله. اقول لك ايه انت جيت الصبح ايه اللي حصل في الطريق، كنت شايف زحمه ومش عارف ايه اللي حصل في الطريق، تروح انت ايه مش هتوصف له بقى تقول له انا مرت عليا كام عربيه هونداي ولا كام عربيه كابريس ولا مش عارف ايه كل الحاجات دي نوت امبورتنت. لكن تاني دوت المنظر ده شفت منظر هوريبل اثر في نفسيتك ها وتوصفها تقول له عند النقطة الفلانية كان في عربية شكلها كذا وكان في واحد شكله كذا وبينزف وبيموت ومش عارف ايه وكان على الطريق على كام طريق الساعة كذا في المكان الفلاني. ده ديسكريبتيف ميموري معلومات اختزلت في دماغك ها وتقدر to describe it. You can express it. You can declare it. Describe. Even you can give your impression. تقول ايه ده منظر كان منظر جامد قوي، منظر صعب. يعني أثر emotional. يعني you analyze the situation. You can describe the time, the place, the features. And even you give your analysis, your interpretation, the hormones. ده لا ده ده اللي غلطان مش ده اللي غلطان، يعني عملت analysis وطلعت conclusion. This information, this sort of information اللي فيها description, اللي فيها events, اللي فيها places, اللي فيها time, اللي فيها emotion, اللي فيها analysis, calculation. دي بقولك conscious memory محتاجة تكون واعي طبعا conscious يعني ايه واعي؟ يعني alert يعني تخش على الميموري وبتعرف تعمل analysis لها اواعي. فما ينفعش واحد مثلا مرهق واحد مش مركز ها يقدر يوصف الحاجات دي، لازم يكون alert conscious. فبنسميها conscious information conscious way of memory and it is declarative يعني you can describe it also. You can repeat ها يعني تقدر. لكن لما اجي اقول لك ايه وانت بتسوق العربيه ايه الخطوات بتاعت حركه عضلاتك ايه عضلات ايه اللي بتتحرك الاول ما تقدرش توصف. دي اسمها reflexive information يعني بتتحرك اوتوماتيك ما بتفكرش فيها
حتى ممكن ما تكونش مركز وانت سايق، لكن بتتم الحركات دي. دي اسمها ريفلكسيف ميموري، معلومات متخزنه عندك وبتستخدمها وبتعمل لها ريكولينج عشان تسوق العربيه، لكن في نفس الوقت يو كان نوت ديسكرايب، يو كان نوت ديكلير. ها؟ فدي بنسميها ريفلكسيف ميموري. ديكلاريتيف ميموري نيد كونشسنس اند اكسبليسيت، يو كان اكسبريس ات، يو كان ديسكرايب، يو كان انلايز، يو كان كومبير. ها؟ اكسبليسيت. اكسبلين. ها؟ فبنسميها دي وان تايب اوف ميموري، ديكلاريتيف، اكسبليسيت، كونشس ميموري. ودي بتحتاج الليمبيك سيستم، محتاجه في الليمبيك سيستم اللي هي ايه؟ الهيبوكامبس. يبقى فيري امبورتنت بارت فور كونشس ديكلاريتيف اكسبليسيت ميموري از هيبوكامبس. والتايبس بتاعت الايه؟ السب تايبس بتاعت ديكلاريتيف ميموري ممكن يكون ايبيزوديك ميموري او سيمانتيك. دول التو تايبس للديكلاريتيف اكسبليسيت كونشس ميموري ذات نيد هيبوكامبس، اللي هم ايه؟ ايبيزوديك ميموري اللي هي ديلي ايفنتس، ديلي لايف ايفنتس، اللي هي انت مريت بايفنتس طول النهار تقدر ايه؟ تديسكرايب الاحداث اللي بتحصل، الوشوش، الاماكن اللي بتحصل، اللي بتشوفها. يو كان ديكلير ات. ماشي؟ طيب سيمانتيك ميموري دي اسمها فاكشوال انفورميشن. فاكشوال انفورميشن يعني سوليد انفورميشن اللي ما فيهاش كويري، ما فيهاش تغير. فاكشوال انفورميشن. يبقى عندنا تو تايبس اوف انفورميشن، ايزر ديلي لايف ايفنتس، بليسز، فيسز، كومباريزون بتوين تايم، فيتشرز، امبريشنز، كالكوليشن، اناليسيس، انتربريتيشن. All these are episodic memories. Semantic memory are solid factual memories. زي calculations مثلا. دي factual memories. يعني ما تقول لي 2 زائد 2 ده factual. ما فيهاش تغير. 2 زائد 2 ده نتيجة واحدة. دي factual memory. دي sort of declarative memory. طبعا need hippocampus and parahippocampus. لو حصل ليجن في الهيبوكامبس او البارا هيبوكامبس then ال declarative memory will be lost. ولكن ال reflexive memory لا. يعني مثلا واحد حصل له حادثه واثرت على الهيبوكامبس ونايم في السرير وفقد الذاكره خالص للحاجات دي، انت الفيسز مش متذكرها، البليسز، التايم مش متذكره، لكن لما تديله كوبايه عشان يشرب عنده الميموري بتاعت الايه؟ اللي هي ايه؟ ريفلكس اوتوماتيك، ما اتمسحتش. ليه ما اتمسحتش؟ لان هي مش ستورد في الهيبوكامبس، لا ستورد في حته ثانيه، فحصل دامج للهيبوكامبس لوس اوف ديكلاريتيف ميموري، لكن ما فيش لوس للريفلكس. طيب الاذر تايب اوف ميموري از ريفلكسيف، بنسميه بدل ديكلاريتيف از ريفلكسيف، بدل امبليسيت اكسبليسيت بنسميه امبليسيت ميموري. يبقى عندنا ديكلاريتيف اكسبليسيت او ريفلكسيف امبليسيت. امبليسيت يعني ما تقدرش تو اكسبريس، يو كان نوت ديسكرايب، يو كان نوت ريبيت ذيس ميموري، بس يو كان بيرفورم اوتوماتيكلي، ممكن تستدعيها عشان تأدي بيها وظيفه. موتور ميموري can perform the activity, can perform the movement reflexively, automatic. This need no consciousness, no full consciousness. You are not aware about this fully. طبعا لازم وانت سايق العربية لازم تكون برضه يعني فوق شوية، يعني مش ما تنامش خالص يعني، لكن ممكن بتعمل حاجات تانية وقاعد تشتغل اوتوماتيك ريفلكسلي. حط ايدك على الفرامل، اول ما تشوف النور تروح دايس فرامل اوتوماتيك، مش بتفكر. ها؟ مش محتاجه فول كونشس. فدي انكونشس ريفلكسيف امبليسيت اند نيد بيزر جانجليا اند سيربيرا، يعني دول السايت اوف سكور اوف بلاننج اند كوردينيشن. بيزر جانجليا اند سيربيرا اند بارت اوف ذا ليمبيك سيستم كولد
amygdala. يبقى amygdala, basal ganglia and cerebellum, these are important for reflexive, unconscious, implicit. مش احنا قلنا في